إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظمه من وصف أن يوصف الإنسان بكونه مؤمنا بالله عز وجل. هذا وصف شرف، هذا الوصف شرف ووسام على صدر كل إنسان يفتخر بكونه مؤمنا بالله عز وجل. لكن في زمن كثرت فيه تعريفات المؤمن، فافترقت الأمة الإسلامية على فرق عديدة، كل فرقة منها تدعي أنها هي الفرقة الناجية وأنهم هم المؤمنون وحدهم دون سواهم من المؤمنين. فكيف يعرف الإنسان هل هو مؤمن حقيقة؟ سنجيب على هذا السؤال من كتاب الله عز وجل. فلم يترك الله عز وجل لنا أن نعرف المؤمنة، بل عرفه هو في القرآن الكريم وذكر صفاته. فكل إنسان يدعي أنه مؤمن يجب عليه أن يبحث في نفسه عن هذه الصفات، فإن وجدها فهو مؤمن، وإن لم يجدها فليحاول أن يحسن من سلوك نفسه وأن يتصف بهذه الصفات ويتحلى بها حتى يكون مؤمنا، وإلا فالدعاء وحده والكلام وحده لا يكفي. قال الله عز وجل في القرآن الكريم في وصف المؤمنين: وكل مؤمن أمنيته وغايته أن يدخل الجنة. قال الله في وصفهم: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. فكل مؤمن يقرأ هذه الآية يتصور أنها تتكلم عن نفسه وأنه هو المقصود بها، ويقف عندها ولا يكملها، لكن إن أكملها سيجد أن الله عز وجل ذكر صفات للمؤمن الذي قصده هو في الآية الأولى، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الأولى التي ذكرها الله عز وجل للمؤمن الذي هو قصده وعرفه أنه الإنسان الذي يخشع في صلاته. ونحن نعرف حالنا ونعرف خشوعنا في صلاتنا، ونحن أقرب من قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، من قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولله المشتكى. إذا تأمل الإنسان الصفة الأولى فقط قد لا يجدها في نفسه، وكيف إذا أكمل بقية الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه هوايتنا، الكلام الفارغ واللهو واللعب وعدم الجد. فكل إنسان يحب هذه الأمور في الحياة الدنيا، وإذا سمع أن هناك مجلس يفرح به، لكن إذا سمع أن فيه شيخ أن فيه شيخا سيحضر أو داعية سيلقي كلمة لا يفرح،
لأنه لم يأتي إلا للهو واللعب. ثم قال الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. أو عن خطورة اللغو والكلام الفارغ، قال الله عز وجل على لسان أهل جهنم لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا من صفاتهم ومن أسباب دخولهم جهنم، أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين. الصفة الثالثة، قال الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام هي الزكاة. ثم قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. الصفة الرابعة للمؤمن أنه يحفظ فرجه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه كانت ميزة المؤمن أنه أمين، وهذه كانت ميزة نبينا قبل البعثة، لأن الإنسان بلا أمانة لا يستطيع أن يبلغ هذا الدين. فلذلك الأمانة صفة ضرورية عند كل مؤمن، الأمانة والصدق. لذلك اتصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان أمينا وصادقا. وهل نحن نحفظ الأمانات اليوم؟ هناك مثل يقولون في البوسنة: إذا مات الإنسان كتب فوق قبره كان يرد الدين رحمه الله. اليوم من الإنجازات الكبيرة عند الإنسان أنه يرد الدين إذا أخذه، وأنه يرد الأمانة إذا تؤمنها وأخذها. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فيجب على كل منا أن يبحث عن هذه الصفات في نفسه، وأن يحاول أن يتصف بها، ثم يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يدخله الجنة. ولا يتمنى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دخول الجنة ليس بالأماني وليس بالأقوال، بل بالأفعال والصفات التي ذكرناها. فيجب علينا أن نترك مراجعة حياة الناس ونراجع أنفسنا، ونرى أين نحن في حقيقة الأمر، وليس أين غيرنا. وهذا ما يهتم به أكثر المسلمين اليوم، يهتم بغيره من المسلمين فيكفره ويبدعه ويفسقه وينسى نفسه. وإن فتش فيها وبحث عنها، عن هذه صفات، قد لا يجدها، وهو مهتم بغيره ومتأكد أنه يدخل الجنة دون غيره. أسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين المخلصين لله عز وجل. وأفصل بقية الخطبة باللغة البوسنية.